ما شرطي هو انه كاين اسباب كثيره، مشاكل عضويه جسديه ونفسيه بالتحديد. دكتور لو سمحتي، بالنسبه للتشنج المهبلي قبل ما ندخلوا في موضوعنا، واش في شي انواع يعني هذا التشنج المهبلي؟ لانه كنشوفوا كاين بعض السيدات اللي كيتزوجوا وكيقدروا يمشيوا يعني في يوم ديال العلاج يعني في الدخله، ولكن من بعد صافي كيولي واحد الخوف وما كتقدرش انها يعني تبقى في العلاقه الحميميه بشكل عادي، وكاين اللي من البدايه يعني ما تيقدروش. نعم، هناك في الزمن يعني هناك تشنج أولي يعني لا إرادي، كتزوج في الليلة ديالها كيبدأ هذا المشكل، هذا القوقعة، هذا العذاب، ما كتمش واقع لها لا راجل ديالها، فهذا التشنج يعني المهبلي اللا إرادي الأولي في الزمن. وهناك كما قلتي مشكورة تبارك الله عليك، هناك علاقة سليمة، دبدبة سليمة، يعني واحد علاقة سليمة واحد سنوات، ومع الايام تيجي واحد الالام مزمنه اللي كتبقى هي تعطي واحد دبدبات وللاسف يعني سلبيه لا شعور المراه، جفاف مهبلي ثانوي، تخوف، وكتولي تبعد رويدا رويدا على العلاقه، ومن بعد تولي الام اكثر في الحده، ومن بعد تولي توصل حتى النفور لافيرسيون سيكسويل النفور، وانها ما تقدرش، وتولي فعلا تشنج يعني مستحيل يكون هناك علاج. هادو في الزمن. وهناك حاجه مهمه نقولها لو سمحتي في الاول ديال الحلقه، وهناك التشنج الخاطئ، فما نساوش كاين حالات ان 10% حتى 15% ديال الحالات هي ليست تشنج مهبلي لا ارادي ناتج على مشكل ديال المراه، وانما هو مشكل ذكوري من قذف سريع جد مستصعب، او فشل جنسي زيد معقد من الاول العلاقه، ما كيفهمش واقع لهم، هي تخطات شي حاجه، هو تخطات شي حاجه، وهو يعني بحال كيدخل الفكره لا شعوريا المراه ديالو بان هي السبب علاش حكات هكذا وهكذا، توليو عايشين ومتعايشين بان المشكل منها، وتقدر كاع توصل عمليه جراحيه، وفي كيجيو عندنا كنلقاو ما عندناش تشنج. هذه المساله الاولى. وكاينه حاجه مهمه لو سمحتي نزيدها، هو التشنج المهبلي الارادي فولونتير، ما باغياش هذا الرجل. حرام اننا مازال كنسمعوا وكنشوفوا، كيجيوني عندي حالات اكثر من 20 حاله في هذا العام هذا، انه كنلقاو ان المراه ما باغياش هذا الرجل، العائله بزاف عليها، فهي كتضي راسها يعني اراديا ما باغياش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. La radio qui met, met radio.